أهلا بكم من جديد. أعلنت وزيرة الخارجية السابقة سيبي ليفني قرارها عدم خوض انتخابات الكنيسة المقررة في 9 نيسان أبريل المقبل، وجاء ذلك في عقاب تراجع قوة ليفني السياسية إثر تفكيك المعسكر الصهيوني، في حين أعلن عن إحراز تقدم في المفاوضات بين حزبي حسن لإسرائيل برئاسة بيني جانس وحزب جيشر برئاسة أورلي ليفي أبوكسيس للتكتل في قائمة واحدة، فيما يكثر الحديث عن تعثر المحادثات بين جانس وزعيم حزب يش عتيد يائير لابيد حول خوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة. أيام مصيرية تعيشها الساحة الحزبية الإسرائيلية قبيل تقديم القوائم النهائية المنافسة في الانتخابات البرلمانية. زعيمة المعارضة الإسرائيلية ورئيسة حزب الحركة سيبي ليفني أعلنت اليوم عدم خوضها الانتخابات المقبلة بعد انخفاض شعبيتها وفق استطلاعات الرأي المختلفة. وخاض حزب الحركة الانتخابات لأول مرة عام 2015 بالتحالف مع حزب العمل في إطار ائتلاف المعسكر الصهيوني. سنوات قلتها، الدولة أولا ومن ثم الحزب ومن ثم أنا، وأنا أضع نفسي اليوم جانبا وأعلن أن الحركة برئاستي لن تخوض الانتخابات القريبة. وبدأت تنشط محاولات لبناء تحالفات انتخابية في معسكري اليمين واليسار. مصادر مختلفة تتحدث عن وجود مفاوضات متقدمة بين حزب حسن لإسرائيل بقيادة بيني جانتس وحزب جيشر بقيادة أورلي أبوكسيس. في المقابل تتراجع فرص تحالف حزب حسن لإسرائيل ويش عتيد بقيادة يائير لابيد. استطلاعات الرأي الإسرائيلية أشارت بالأمس لأن قوة جانس تراجعت ل18 مقعدا، بالمقابل حصل حزب يش عتيد على 12 مقعدا. ولأول مرة أظهر الاستطلاع تعاظم قوة حزب العمل وحصوله على 10 مقاعد، بينما يحتفظ حزب الليكود ب30 مقعدا. وفي شان آخر، أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا ترفض اتهامها بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية بعد أن زج اسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهامه بالتدخل من أجل المحافظة على القائمة المشتركة التي تشهد حالة من الشرذمة والخلافات بين مركباتها. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد شكيب شنان خبير الشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك. سيد أحمد محمد خبير الشؤون الحزبية، مرحبا بك. ومعي السيد عودي بشرات خبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية، مرحبا بك سيد عودي. أبدأ معك سيد شكيب، ربما الحديث يدور عن تكتلات إن كانت في اليمين أو في اليسار، وقبل قليل نتنياهو يطلب من الحاخامات في إسرائيل من أجل تكتل يمين واحد لمواجهة مركز يسار، وأيضا من الجهة الثانية هناك مفاوضات بين بيني جانتس ويائير لابيد وحتى مع أورلي ليفي أبوكسيس. إلى أي مدى هناك أهمية لهذا التكتل إذا حدث في نهاية المطاف بين لابيد وجانتس؟ دعنا نقول بدء ببدء، أنا أتأسف جدا بما حدث لوزيرة الخارجية السابقة سيبي ليفني. هي شخصية سياسية، أردت البدء معها، شخصية سياسية كانت آخر من تحدث عن وجوب الوصول إلى حل سلمي بين الشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل، وغيابها سيغيب هذا الموضوع ويترك المجال لمواضيع أخرى قد نتطرق إليها فيما بعد. وعودة إلى سؤالك، أقول بشكل واضح، نتنياهو ساحر يجيد أصول اللعبة ويتحدث مع اليمين ويريد أن يجمع اليمين ليكفل ما هو مكفول بالنسبة له. قضية اليسار والمركز الإسرائيلي هي لعبة غير قابلة للحل، يعني لا توجد فعلا مفاوضات بين يائير لابيد وبين جانتس. يائير لابيد يحاول أن يقتنص، أن يظهر بمظهر الذي يريد الوحدة ويريد جمع الشمل وجمع الأصوات والتكتل من أجل مواجهة نتنياهو. في الواقع هو يحاول أخذ أصوات من جانتس ونجح بذلك، يعني ارتفع باستطلاعات الرأي العام بمقعد واحد فقط، وهو يلعب نفس لعبة نتنياهو، يعني كلاهما يلعب في ساحة غيره. يعني نتنياهو يريد أن يقول لليمين تكتلوا وإلا، يعني كما كان يقول العرب يتراكضون إلى صناديق الاقتراع،
وفي الحقيقة لم يكن هذا الأمر كذلك. استطاع أن يبعث بالمغاربة والليبيين وغيرهم من المؤيدين له والذين كانوا في نوع من خيبة الأمل منه، هنالك خطر يحدق اسمه العرب، لذلك اذهبوا بسرعة إلى صناديق الاقتراع. ويحاول يائير لابيد أن يظهر بمظهر الإنسان الكبير المسؤول وكأنه هو الذي يريد الوحدة، وأن يضع جانس في موقع لا يريد ذلك، وأعلن عن 5 أسئلة وجهها لجانس ليستطع أن يفحص إمكانية البدء بالحديث عن الوحدة. يعني لا يوجد فعلا حديث عن الوحدة. أضف إلى ذلك موضوع أورلي ليفي أبوكسيس. أورلي ليفي أبوكسيس كانت في استطلاعات رأي العام في مستوى 8 مقاعد، اليوم هي دون الخط نسبة الحزم، دون نسبة الحزم أو الخط الأحمر للفوز ب4 مقاعد في الكنيست. لذلك هي تشكل إضافة ممتازة لجانس، وقد يكون في ذلك الكثير. لماذا؟ لأن أورلي ليفي أبوكسيس تأتي من معسكر اليمين بشكل واضح، كانت مع حزب إيفيت ليبرمان، وهي من بيت يميني واضح، وتأتي من بيئة يمينية. الأصوات التي قد تأتي بها مقعد أو 2 أو 3، عدد الأصوات التي قد تستطيع في حالة وجود تحول المفاوضات إلى واقع ووجود ائتلاف أو تحالف أو اتفاق بينها وبين بيني غانز، هذا الأمر فعلا قد يؤدي إلى نقل 3 أو 4 مقاعد من اليمين إلى المركز، وهذا يشكل خطر على استمرار حكم نتنياهو. نعم، إلى أي مدى هناك أهمية بالفعل لهذا التكتل بين بيني غانز ويائير لابيد؟ وهناك من يقول بأن النتيجة ذاتها في نهاية المطاف، إذا كان التكتل أو إذا ذهبا بكل على حدة بقائمة منفردة. أخي فراس، أنا أختلف معكما في هذا الموضوع، وأمامنا 74 ساعة، ليس حتى لا نتحدث عن أسابيع ولا نتحدث حتى عن أيام، نتحدث عن 74 ساعة وحتى 73 ساعة ونصف حتى نرى فعلا ما هي القوائم التي سوف تقدم. وأنا أقولها بشكل واضح، يعني هذه رؤية موضوعية، هذه الانتخابات ليس هناك أي أهمية فيها إن لم يذهب غانتس ويش عتيد مع بعضهم في هذه الانتخابات للمحاولة الإطاحة بالملك بنيامين نتنياهو ولتغيير الخارطة السياسية من جديد. بالنسبة ليائير لابيد وبالنسبة لغانتس، تعال نأخذها من الجهتين. يائير لابيد لا وجود له مع 12 مقعد ومع 13 مقعد ومع 14 مقعد في الحكومة القادمة لبنيامين نتنياهو. بيني غانتس لم يبقى أمامه أي شيء حتى لأورلي ليفي أبوكسيس. الآن بيني غانتس حاول أن يدخل عناصر كناها في أيضا هنا في أمامك هنا في رأس أخي، وكان كمان العم شكيب هنا، كنا ذلك أن بنيامين أن غانتس يريد أن يدخل مرشح وشخصية اجتماعية تهتم بالشؤون وتهتم بالطبقات المستضعفة وبالطبقات أو بالمجتمع الإسرائيلي الذي يعيش في الأطراف، وكان بالإمكان ضم أورلي ليفي أبوكسيس، لكن أورلي ليفي أبوكسيس كانت في حين 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 ذاك كانت مع 6 مقاعد مثل ما تفضلت وكانت نشوة. الآن باعتقادي غانتس يعني هو مش لن يحدث تغيير كبير جدا إدخال أورلي ليفي أبوكسيس، ولكن انتبه، وهذا للتلخيص، ذهاب وأكررها مرة أخرى، نحن أمام مرحلة مفصلية في تاريخ السياسة في دولة إسرائيل في الانتخابات 21 من أي ناحية، وأقولها كمان مرة، نحن أمام إمكانية لوجود اصطفاف جماهيري شعبي إسرائيلي بضمنه عربي للتصويت لأحد الحزبين، إما للليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وإما للقوة الأخرى التي تواجه نتنياهو، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف على المدى البعيد إلى موت الجهاز السياسي متعدد الأحزاب في دولة إسرائيل والانتقال إلى جهاز سياسي ثنائي الأحزاب، حتى ننطلق فيما بعد إلى تغيير في شكل الحكم التمثيلي من برلماني إلى رئاسي، وسنتحدث عن ذلك.
بجملة بجملة واحدة. الحقيقة أنه عدد المقاعد في الحالتين يبقي معسكر اليمين بيتفوق على معسكر المركز واليسار. نعم سيد عودي إليك السؤال قبل أن نصل إلى غانتس ولابيد. بالنسبة لتسيبي ليفري وتحدث عن ذلك سيد شكيب هنا وهي قررت الانسحاب من هذه الانتخابات، ربما قد تعود الانتخابات بعد ذلك، وربما تعي تسيبي ليفري بأن هذه الانتخابات أو نتائج هذه الانتخابات لن تطول كثيرا وتعود مرة أخرى، لكن ماذا تخسر الحلبة السياسية الإسرائيلية بغياب تسيبي ليفري على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي حتى؟ يعني دعني أنا أكرر ما قاله السيد شكيب في هذا الأمر، أنه هي الوحيدة تقريبا يعني من المركز، دعنا لا نطلق اسم يسار على التشكيلات في الجانب المقابل للليكود، هي الوحيدة التي طالبت بشكل مستمر منذ ولايتها الأولى بعد استقالة أولميرت وفيما بعد خلال الانتخابات التي تلت، هي التي أرادت وشددت ودائما تحدثت عن ضرورة إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين باعتبار ذلك مسألة مصيرية وهامة. ولذلك هذا هو المغزى من يعني المغزى من استقالتها، أن المجتمع الإسرائيلي لا يوجد على جدول أعماله الآن، لا يوجد على بساط البحث لديه، لا رأي، لا يعني فكره، لا يمكن أو غير مشغول بالقضية الجوهرية وهي قضية السلام مع الفلسطينيين أو إيجاد حل معهم. ولذلك يعني هي مؤشر، استقالتها هو مؤشر أكثر من أي شيء آخر. نعم لذلك. سيد عودي بالنسبة لغانتس ونتنياهو وغانتس ولابيد، ولابيد قبل قليل قال بشكل واضح بأن المفاوضات ما زالت قائمة، سوف نحاول قلب كل حجر كما قال لابيد للوصول إلى تكتل. إلى أي مدى هذه التصريحات جدية بالنسبة ليير لابيد، وإلى أي مدى برأيك هو معني بهذا التكتل؟ يعني دعني أقول لك أن من الممكن كل هذه التصريحات وكل التوقعات كلها يعني ستذروها الرياح حتى اللحظة الأخيرة. في اللحظة الأخيرة من الممكن، وليس فقط في اللحظة الأخيرة، بعد تقديم القوائم من الممكن أن نقول عن الاتفاقات التي جرى أو التي كانت من الممكن أن تجري. يعني هنالك اللعب غير مكشوف الآن داخل هذه الأحزاب وأيضا في الأحزاب العربية، جميعهم يحفظون الأوراق قريبة من صدورهم، يحاولون أن لا يفشوا بما يجول بخاطرهم، يصدرون بالونات تجارب أو تضليل من أجل منع الآخرين من تعقب تحركاتهم. ولذلك لا يمكنني أن أنفي أنه في إمكانية لإقامة هذا التحالف مع ما تحدث به ضيفك الكريم قبل قليل بإقامة كتلة كبيرة، لأنه بدون الكتلة الكبيرة بين غانتس ولابيد وحتى حزب العمل، ولكن طبعا هذا الآن ليس واردا، من الصعب مواجهة نتنياهو. وهذا التكتل الكبير يجب أن يشمل فيما بعد القائمة المشتركة إذا أقيمت أو مركباتها إذا تيسر لهم الوصول إلى مقاعد إلى الكنيسة. ولذلك يعني من الممكن القول أن اللعب في هذه اللحظات الحرجة في هذه اليومين ونصف هو يعني فائق الأهمية، ولا يمكن معرفة ما سيتمخض عنه إلا بعد تقديم القوائم. فكل ما نعمله الآن هو توقعات، قسم يعتمد على معلومات، قسم على إشاعات، قسم يطلق إشاعات من سياسيين، وأنا أسمع الكثير من هذه الإشاعات والأقوال تظهر كأنها موثوقة وفيما بعد يظهر أنها كلام يذرو الرياح. نعم ابقى معي سيد ودي، أعود لك سيد شكيب. كما ذكر على الكتلة الكبيرة، على ما يبدو الكتلة الكبيرة قد تكون أيضا في المركز واليسار وقد تكون أيضا في اليمين، ما يحاول نتنياهو القيام به من خلال الحاخامات في إسرائيل إقناع اليمين بالتكتل. من ماذا يتوجس نتنياهو؟ نتنياهو إسرائيل مقسومة شئنا أم أبينا. يعني إذا أنت بتأخذ هنالك بين 43 إلى 45 مقعد يسمى المركز واليسار الإسرائيلي، تضيف إليهم 12 أو 13 مقعد عربي، قد يصل إلى 58 مقعد. هاي قمة ما هو متيسر اليوم لمعسكر اليسار، وهذا في حين يعيب
رئيس الحكومة بقى على غانتس وغيره أنه يرتكي أو يرتكز ويرتكي على الأصوات العربية ليحاول إيجاد النسبة الحاسمة لمنع إقامة حكومة من قبل نتنياهو. نتنياهو يعلم جيدا أن الوضع الموجود اليوم نتيجة التحقيقات ونتيجة الإمكانية للإعلان، وهذا أصبح قريبا بعد أيام عن تقديمه للمحاكمة أو تقديم لائحة اتهام ضده بعد الاستجواب، يعلم أن هنالك حتى في اليمين الإسرائيلي أشخاص يوجد لديهم حس مسؤولية للحفاظ على الديمقراطية في إسرائيل والحفاظ على سيادة القانون في إسرائيل، يعني أشخاص أمثال دان ماريدو ومن يمثل، أشخاص أمثال بيني بيجن ومن يمثل، طبيعي أراهم يمينية متطرفة، وبنفس الوقت يظلون يهتمون جدا بأن تبقى دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ويشددون على كلمة يهودية وديمقراطية. لذلك يخاف نتنياهو من إمكانية ذهاب بعض هذه الأصوات، خاصة وأن غانتس لا يعلن عن نفسه مركز أو يسار، يقول عن نفسه مركز يمين، وهذا مصطلح جديد في السياسة الإسرائيلية لم يكن قبل ذلك. وأريد بجملة واحدة لطفا التعقيب على ما قاله زميلي الأستاذ أحمد، نحن في وضع غير واضح فعلا، ولكن أوراق البوكر أصبحت واضحة للجميع، لن يكون توحيد في المركز واليسار الإسرائيلي، لأن هنالك خلاف جذري حول قضية واحدة وهي القضية الأساسية في هذه المعركة، هل نتنياهو نعم أم لا؟ صحيح، هذا ما تحدث. أنا أختلف وسوف نرى ذلك خلال، إحنا بنهاية الأمر ما نتبايع عن إشي، إحنا بنحكي من خلال التحليلات. أتمنى أن تكون أنت صادقا. نعم أخي شكيب، انتبه، شامير وبيرس استطاعوا أن يتقاسموا السلطة في آخر سنوات الثمانينات، الآن في هذه الأيام وفي هذه الساعات يائير لبيد هل يريد أن يكون يائير لبيد مثل والده وأن يذهب في انتخابات ليستمر في الحصول على مقاعد أقل مما حصل في المرة الأولى؟ هل يريد أن يكون شبيه بكحلون الذي حصل في المرة الأولى على عدد مقاعد كبير جدا ثم الآن انخفض؟ هناك حالة واحدة واضحة جدا الآن، غانتس ويائير لبيد عليهم أن يتفقا على قدر الإمكان أن يتحملا المسؤولية، وممكن حسب اعتقادي حسب اللعبة السياسية وقوانين اللعبة السياسية حتى أن يرضى وأن يقبل وأن يتفاوض حتى بين غانتس على تقاسم رئاسة الحكومة. الآن في المحصلة إذا توحدت هذه الأحزاب الحزبين الاثنين غانتس مع يائير لبيد، وجاءنا خلال الأسبوعين أو في شهر مارس جاءنا قرار المستشار القضائي للحكومة، انتبه، هذا لن يضعف فقط بنيامين نتنياهو، هذا سيزيد من قوة بنيامين نتنياهو وسيزيد من قوة غانتس، وسجل عندك، أنا أقولها وأراها أمام عيني، ما طبعا ليس هناك شيء علمي 100%، لكن أنا باعتقادي وتنبؤي ستكون هناك اصطفافات لم يشهدها المجتمع الإسرائيلي منذ قيامها، اصطفافات يمكن أن نتحدث عن 40 قبال 42 أو 42 كبال 41، وبالتالي إذا حصل غانتس ويائير لبيد مع بعضهم على 40 أو على 38 مقعدة على حساب من سيكون؟ على حساب ميرتس وعلى حساب حزب العمل، وسجل عندك، ربما أيضا على حساب المصوت العربي وعلى حساب الأحزاب العربية، لأن المجتمع العربي الآن اليوم يسأل نفسه سؤال مهم جدا، ماذا أريد؟ المجتمع العربي لا يريد بنيامين نتنياهو، لا يريد بنيامين نتنياهو، بالتالي بإمكانه أن ضع كل الأمور الأيديولوجيات على جنب، وقضية غزة وقضية أنه قائد أركان جيش دفاع. اليوم المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الفلسطيني أكثر براغماتي مع الحفاظ على صوت بدون شك رابين. مع الحفاظ على الثوابت، لكن نتحدث عن لعبة سياسية تعطي انطباع أن المصوت الفلسطيني العربي هو أكثر واقع. أنا لا أدعو للتصويت طبعا لهذا، ولكن نتحدث عن الواقع، نحن أمام انتخابات ستحدث سقوط قوائم كثيرة جدا في هذه الانتخابات. سأتي لك بعد قليل ونتوجه إلى سيد عودي مرة أخرى. سيد عودي، استكمالا لما قاله سيد أحمد قبل قليل، وكأن إسرائيل
تلقائيا ربما تذهب. هناك محاولات للتكتل في اليمين، هناك محاولات للتكتل في المركز واليسار، وكأن دعنا نقول النظام السياسي في إسرائيل ذاهب لما يشبه الولايات المتحدة، قائمة متكتلة في اليمين وقائمة واحدة في اليسار. هل توافق هذا الادعاء؟ يعني هذا الأمر كان موجودا قبل 20 أو 30 سنة، لا أريد أن أحدد بالضبط. كان حزب العمل يحصل على 50 مقعد وحزب الليكود 45 أو بالعكس. يعني كانت هنالك كتلتان ضخمتين يعني اللي عملوا، ولكن هذا كله بسبب بنية المجتمع الإسرائيلي. بنية المجتمع الإسرائيلي من طوائف مختلفة، من قادمين من بلاد مختلفة. هذا الأمر أثر عليهم الشرقيون، اليهود الروس، اليهود من بلاد الاتحاد السوفيتي وما إلى ذلك. ولذلك أنا برأيي أن التقسيمات التي جرت لم تكن يعني هي بسبب الآراء فقط. هي طبعا هنالك الآراء، ولكن أيضا بسبب الانتماءات المتعددة في إسرائيل، الانتماءات المتعددة التي تضرب كل شعوب المنطقة وحتى في العالم. وهذا الأمر لم يتخطى إسرائيل، إسرائيل موجودة في هذا الأمر. ولذلك أنا باعتقادي هنالك في حاجة إلى دراسة جدية. نعم. يعني هي أكثر من قضية سياسية. الأمر الثاني بالنسبة لما تحدث به الأخ أحمد وهو مهم، أن الجمهور الفلسطيني في إسرائيل هو فعلا يريد أن ينخرط وأن يؤثر في السياسة الإسرائيلية. ولكن مثلا الآن عندما يتضح أن غانتس لا يريد أن يوقع على عدم مشاركة في حكومة نتنياهو، يعني هي إشارة ضخمة جدا للناخب العربي. حتى لو ذهبنا كما يقوله الأخ، كما يقول الأخ أحمد، أن الجمهور العربي يريد ضرب نتنياهو والإطاحة به وما إلى ذلك، ولكن هنالك شخصية التي ستشترك في الانتخابات ولتكون ضد نتنياهو، ومن الممكن يوما بعد الانتخابات أن تكون حليفة نتنياهو. وهذا الأمر ليس يعني فيلم تلفزيوني أو فيلم خيالي. هذا مشهدناه في 3 أو 4 انتخابات. عزيزي عودي شراك. العمل إلى آخره. عزيزي عودي مساء الخير. إحنا ولا مرة صوتنا ما بين الأفضل والسيء، ولم نختر ولا مرة كانت هاي المعادلة. دائما كانت معادلة المجتمع الفلسطيني في الداخل هي الخيار بين السيء والأقل سوءا، أو دعني أقول السيء والأسوأ. نعم. نعم. أنا أوافق معك أن الناخب العربي هو ناخب ذكي متعقل وحكيم، بالرغم من ما كل ما يظهر وكأن الأمر غير ذلك. لا، هو متعقل وحكيم. وفي حكى الأخ شكيب في 95 انتخبوا بيرس، في انتخبوا باراك بأغلبية ساحقة. يعني هو يعرف يعني نعم. أين موقعه وأين دوره. نعم. ولكن أنا أتحدث الآن بالنسبة للكتل. عندما حزب العمل بقيادة براك فيما بعد في الجولة الثانية أو في المرحلة الثانية، الدورة الثانية، انتقل إلى الحزب إلى أولمرت، وفيما بعد إلى نتنياهو، وكذلك حزب كديمة. ولذلك لا توجد ثقة بأنها يعني الصوت الأكثر ضمانا للناخب العربي أن يكون هنالك بديل ضد الليكود هو الأحزاب العربية، الأحزاب اليسار طبعا. نعم. وميرتس وأوساط يسارية. نعم، ابقى معي سيد عودي. سيد شكيب. نعم. سؤال واحد عن حزب العمل. في البداية في استطلاعات الرأي نصف نقول هذا الحزب لن يمر نسبة الحسم بعد طرح القائمة، وفي الأيام الأخيرة في استطلاعات الرأي هناك زيادة بمقعدين أو بثلاثة، بجملتين أو بثلاثة. هل في نهاية المطاف سنشهد حزب العمل داخل الساحة السياسية الإسرائيلية حتى بدون أدنى شك، حتى بقوة ضعيفة ليس بقوة محدودة؟ بدون أدنى شك. ولا مرة كان حديث أنه حزب العمل لن يمر نسبة الحسم. حزب العمل حزب له جذوره في دولة إسرائيل وله جمهوره على وقواعده الجماهيرية موجودة. طبيعي هنالك تراجع في إسرائيل منذ عام 1977 وحتى اليوم. في كل جولة انتخابات كانت هناك قائمة اسمها قائمة مثل بدأت في إيجال يدين وفي 1977 وانتهت مع شو اسمه آخر يائير لبيد، يعتبر من هذه الأحزاب. أي أحزاب تقوم وتجمع حولها أصوات نتيجة اليأس الموجود في الشارع الإسرائيلي. أحزاب موضة يسموها.
اسم أحزاب بالموضة أو ما شابه، ولكن في نهاية المطاف حزب العمل له قواعد سيبقى ثنائي العدد. نعم، بالنسبة للقائمة المشتركة قائمتين أم قائمة واحدة وكيف تؤثر على الانتخابات؟ جملتين، جملة واحدة قبل القائمة المشتركة وجملة واحدة بعد القائمة المشتركة. في المجتمع الأمريكي هناك جهاز سياسي فيه حزبين، ألا يوجد تمثيل الأقليات الاجتماعية والقومية والهسباني والأفرو أمريكيين؟ يوجد، لا يمكن أن نتحدث اليوم، يعني غيروا شوي، غيروا المحطة شوي، غيروها. في المجتمع الإسرائيلي نحن أمام واقع جديد، جانت سيدخل المتدينين والورعين وأيضا بنيامين نتنياهو. هذا الجهاز متعدد الأحزاب في طريقه لنهاية. بالنسبة للقائمة المشتركة، أعتقد أن درجة الحرارة داخل القائمة المشتركة ارتفعت جدا. باعتقادي القائمة المشتركة حتى تعود وأنا معني جدا بأن تعود كمحلل سياسي، الحل الوحيد هو أن نعطي مبدأ التساوي بين الأحزاب. لا يمكن أن تعكس مبدأ التساوي بين الأحزاب من خلال تركيبة القائمة المشتركة، لكن يمكن أن تقوم بذلك من خلال الاتفاق على أن يترأس القائمة المشتركة في كل دورة حزب جديد من الأحزاب. سيد أحمد محمد خبير الشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك. سيد شقيب شنان خبير الشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. وايضا جزيلا شكرا سيد عودي بشارات، محلل سياسي وخبير في الشؤون الاسرائيليه، كنت معنا عبر خدمه سكايب، شكرا جزيلا لك. اعزائي المشاهدين، ناتي الى ختام هذا المساء، سوف نخرج الى فاصل قصير ونعود من بعده الى المناظره اليوميه، ابقوا معنا.